بعيدا بعيدا في أقصى الغابة يعيشون ويلعبون. نحن أسامير زرق أحبة نسافر كل الأشياء. لكن هناك خطر في كل مكان. فشرشبيل يلاحق السنافر. سأمسك بكم حتى لو كان هذا آخر عمل في حياتي. شروق الشمس اليوم هو أفضل ما عندك أمي الطبيعة. إنه اليوم الأفضل للاستراحة والتنفس. آه بالفعل أبي الزمن، هل أحضرنا كل ما نحتاج إليه؟ إذا تذكرنا شيئا بعد لن يعود لنا مكان. لننطلق برحلتنا قبل أن يداهمنا الوقت. لا تقلقي لهذا، في نهر الزمن لدينا كل الوقت الذي نحتاجه. لا، سبق ولعبنا ذلك. ما رأيكم بلعبة السنافر؟ ولعبنا تلك اللعبة أيضا. سنافير، لقد سئمت. لما لا ننادي أحد السنافر ليلعب معنا؟ سافروا، إنها فكرة رائعة. هيا بنا. آمل ألا يكون أكلي يبطئ طبخي أو أن طبخي يبطئ أكلي. سأستمر بتحضير كبوش المسنفرة حتى أتوصل إلى حل. هاي أكوي، تريد أن تلعب؟ آسف سنافيرو، فأنا أمضي النهار لأطبخ وأكل ولعمي. يتطلب وقتا. هل تلعبين معنا سنفورة؟ علي قلع هذه الأشواك أولا سوسة، وبعدها يكون لدي الوقت الكافي لألعب. عندما تنتهي نكون قد قدرنا على اللعب. هاي مغرور، هل تريد أن تخرج وتلعب معنا؟ آسف إن أردتم، عودوا لاحقا. هل أنت بخير مغرور؟ أنا مكتف بنفسي الآن. لا يوجد وقت خلال النهار للسنافر كي يلعبوا. عندي فكرة، ربما بابا زمن يساعدنا. هيا سنافير لنذهب ونسأله. كم أتمتع بهذه النزهات في نهر الزمن. إنك تتمتعين أمي لأنك لا تتعبين مثلي. وبالشكوى مثلك. انظري أمي، هي صخرة السنين. وإن لم تكن حذراً سوف تصطدم بها. أوه آسف، ولكني لم أقم بهذا منذ وقت طويل. يومنا سيء، يبدو أن بابا زمن ليس موجوداً. سافروا، يفوته كثير من التسلية. هاي، ربما كان في الأسفل. هاي بابا زمن، أنت هنا؟ سنافيرو، انظروا، لابد أن هذا نهر الزمن. أجل، وانظروا إلى هذا المركب. هل سيمانع بابا زمن لو استعرناه؟ سنافيرو، لا أرى مانعا أبدا. إنه يتحرك بصعوبة. أفهم ما تعنيه ثقيل. ساعدني لأحرر المركب.
مركبنا. لنذهب إلى القرية ونخبر بابا سنفور. نعم، قبل فوات الأوان. يا له من يوم جميل للنزهة، ألا تعتقد ذلك أبي الزمن؟ يا لها من نزهة. يبدو أن بابا زمن لم يعد يافعا كما كان من قبل. يجب أن أنهض أو أن أنام. أعتقد أن الأمر ليس مهما. كسلان، ليس لدي الوقت لأنهي رقصتي الصغيرة. والأسوأ أنه كان لديك الوقت الكافي لبدئها. لا أدري أي وجبة طعام أتناول غضبان. الفطور، الغداء أم العشاء؟ أكره الفطور، الغداء أم العشاء. ابتلع ما جيد، يدر ولا يفوت. أهم في الأمر أن أفوت وجبة. لقد نسيت، هل رويت أزهاري اليوم أو أمس أو أول من أمس؟ أفهم إلا إذا تكلم كل بدوره. لا يبقى لدي الوقت لأعجب بنفسي، ولا وقت لدي لتجربة اكتشافاتي، ووقت تماريني ينقضي بلا فائدة. هذا غريب جدا يا سنافري، ما من وقت للقيام بأي شيء، وأقله للقيام بشيء حيالة. أعجب ما قد يكون الأمر بابا سنفور. نحن نعلم سنفورة، نهر الزمن يتسرب. يا سنافر، يجب أن نوقف تسرب النهر قبل أن ينقضي الزمن في العالم بأسره. هيا يا سنافري، ما من ثانية نضيعها. أرجو أن نستفيد من بزتك للغطس شاطر. لا تقلق بابا سنفور، قليل من الماء لن يؤذيني. حظا سعيدا شاطر، وكن حذرا. علي أن أتصرف بحذر هنا. هذا بإمكانه سد التسرب. النجدة، النجدة. لا، لقد غرق شاطر. أسرعوا يا سنافري، اسحبوه بسرعة. يا ويلي، هذا السحب يخشن يدي الناعمتين. لا تقلق بابا سنفور، سوف نخرج شاطر من ورطته بوقت قصير. سنافري، إنه لا يتحرك. قل شيئا شاطر. لن أستحم لمدة شهر كامل. كيف سنسد النهر الآن بابا سنفور؟ لا أدري، لم يعد لدينا الوقت الكافي. الوقت صحيح، خطرت لي فكرة لأمنع النهر من الجفاف. آمل ألا يكون الماء قد خرب دماغ شاطر. ما هذا؟ يا إلهي، انهض بابا زمن، هناك أمر هام. ما الأمر ماما؟ انظر إلى السماء والنهر أيضا. يا للكارثة، لقد شح نهر الزمن وأعلن العودة إلى الكهف قبل فوات الأوان. يا إلهي، الماء قليل الغور لمركبنا. علينا أن نسرع قدر المستطاع ماما. هل سنستطيع ذلك بابا؟ أرجو ذلك ماما، أرجو ذلك. أرجو أن تكون تقديرات شاطر صحيحة. الزمن وحده يثبت ذلك بابا سنفور. أنتما الاثنين سنفرا معي، عند ذلك نحل مشكلة الوقت.
مأزق حقيقي. أكره في مأزق حقيقي. يا للسيفرة، أظن أن النهر سيبتلعهم. هيا نعسان، لا وقت نضيعه، الأمر يتوقف علينا الآن. فكرة جيدة ظريف، أنا مقتنع بما تقول. إنهم يجدفون مباشرة إلى الثقب بابا سنفور. لا تقلق ثقيل، أظنهم يعلمون ما يفعلون. سنفورو، لقد نجحنا. هذا ما أسميها التوقيت المناسب. سنفيرو، هل أنتم بخير؟ نعم، كنا نعيش مغامرة حلوة. يبدو أننا وصلنا في آخر لحظة. هي ماما. ولولا هؤلاء السنافر الشجعان لكان فات الأوان. إنها خلطتنا نحن بابا زمن. نعم، كنا نريد أن... فهمت. أيها السنافر الصغار، صدقوا أو لا تصدقوا، أنا أيضا كنت صغيرا. هذا يصعب تصديقه. علينا أن نملأ النهر مجددا ليعود الزمن إلى طبيعته. اتكلوا علي، سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن قريبا سيمتلئ النهر من جديد. بهذه السرعة سنكون جميعا في مثل سنك عندما يمتلئ. أنتم الشباب المتهورين دائما على عجلة. حسنا يا سنافري، يبدو أن الزمن كان بجانبنا أخيرا. الأفضل أن أسرع إلى القرية، لقد أضعت الكثير من وقت الخبز. يبدو لي أنه منذ مدة لم ألقي نظرة على جمالي. ولم العجلة يا سنافري؟ لما لا نستغل الزمن للتمتع بالأشياء الأكثر سنفرة في الحياة؟ بابا سنفور، هذا ما كنا نحاول قوله.